هيفضلوا دايما مع بعض. السلام عليكم، مرحبا، كيفكم؟ احبابي انا اليوم طالع لحالي، اختي سارة ما انا معي، بدي احكي شغلة. اول شي نحن نعتذر منكم هالفترة ما عم ننزل فيديوهات، وتاني شي بابا كان مجهود ومسافر، وان شاء الله رح نرجع ننزلكم لو خيروك، بس استنوا علينا. وهذا الفيديو رح تشوفوه هلا، هذا الفيديو اول فيديو مثلته باليوتيوب، شوفوا شلون انا كنت صغير. بدي اطلب منكم طلب صغير، رح احط لكم رابط قناة بصندوق الوصف، وبتمنى منكم تروحوا تشتركوا فيها وبتبوروا من طرف يزون، ولا تخجلوني. وهذا الشاب بنزل فيديوهات كتير حلوة، شوفوها وحضروها. ويلا باي باي. ونجيب الجزء باي. وقال لكم جيب الكاسة ماي وهي بسرعة. كل شوية تقولي لأم جيبي لي شاحن، أم جيبي لي ماي، ما بتعرفي تقوم لحالك؟ قوم أنت. بلا عم تجيبي باي ما عم تجيبيني. انت هفي ارجعي تدخل تجيب لحالك؟ معناها هي بنت لازم هي تجيبيني. لوكا هي بنت، هي اختنا الوحيدة، حتى التليفون عم بتجر لك راسك لهيك عم تحكي مع اختك الوحيدة. اليوم بس يجي بابا المساء الا اقول له. انا اخوك اكبر منك بس ما راح اضربك، بس يجي البابا المساء راح اقول له. انا اليوم بغلطه، كل شيء بقول لها ابي جيبي لي مي وابي جيبي لي شاحن وما بعرف ايش، وبعيط عليها وضربها. يا ضربت اخته؟ ايه. اوه يا زلمه انت. وين وين وين؟ بالغرفه. سهلة لها شوي الكلب، سهلة. ليش عم تقول اختك ولك؟ بتجيب لي مي ما بتجيب لها، بقول لها امي تجيب لي شحم ما بتجيب لي. ليش انت ليش تعب سنه؟ انت مشطحه، انت اللي بتجيب لحالك؟ هي بنت لازم تجيب لي مي. يعني اذا بنت هي بتجيب كل شيء، يعني انت ايش ناقصك؟ ما عندك جاي يعني انت ماسك التليفون بايدك عم تلعب فيه؟ ما هي بنت لازم تجيب لي مي، هي بنت. يعني اذا كانت بنت هي بدها تجيب كل شيء، كرمال التليفون تضرب اختك مو حرام؟ انت اضربها. عم ترد بوت تجيب لها حيوان؟ بوف ايدك يا بابا هالمرة لا اضربه، هالمرة عندي. انا حكيت لك وش عم تضربه. شايف ولا؟ شايف اخوك؟ اخوك ما خليه اضربك. انت عم تضرب اختك ليل ونهار ليل ونهار عشان تليفون. كرمال التليفون عم تضرب اختك مو حرام؟ شايف اخوك؟ هذا اخوك هذا. يا خي يا خي دخلك يا خي. بابا انا اسف، فقط عليك، انا ضربت اختي للاسف. اسف؟ انا حرام، وين اختك؟ جي اختك حرام بوسه. ترى ما اضربها ها؟ تشطون مع اختك في البيت، تشطون مع امك، انتوا اخوه، ما بصير. روح سلي اختك بوسه يلا. روح معهم. يلا شوف هذه اللي اخترتها. أنا آسف، حطها
صوت عالي. انا بعتذر قطع يدي. ما هي مشكلة اخوي. هيك بضلوا دايما مع بعض.